الحقيقة واحد من المداحين الصغار أو براعم المديح والإلقاء الشعر وإنشاد وحاجات كتير قوي. خلوني أرحب مع حضراتكم بالمنشد الصغير طه أيمن ووالدته مدام رشا تاج. أهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين. السلام ومنورنا النهاردة. منورة حضرتك بيكي. طب خليني يعني أعرف البداية مدام رشا، يعني طه إيه اللي شده إن هو يبدأ المديح؟ طه كان عنده 5 سنين. كان بيحب يلقي شعر في الأصل. عنده 5 سنين بيبدأ يقول شعر، وبعد كده ابتدى بقى يمسك في المديح ويكبر بيه، وينزل بقى في الشارع ويلاقي مثلا مذيع يعمل معاه تيك توك و... طيب خليني اروح لطه بقى كمان. يعني انت ابتديت بالاذاعه مدرسه القاء شعر في الاذاعه، ولا ابتديت ازاي يا طه؟ ايوه حضرتك. لا انا قلت شعر في الاذاعه المدرسيه، بس قلت مديح واخد شهاده المركز الاول. يا امسك الشهاده، لا خليها معاك، وهي طنط نهله هتجيبك. ده فين بقى القاء الشعر كان؟ لا ما قلت الشعر اول مره هقوله دلوقتي. طيب خليني اسمع منك كده، نبدا بمديح، نسمع منك مديح. الله 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 على نور رسول الله سيدنا النبي حنين. سهل كده قليل. سيدنا النبي حنين. سهل كده قليل. بين يا زين بين. حسن رسول الله. الله الله الله. على نور رسول الله. طه حبيب سيدو مراده مريده. طه حبيب سيده مراده مريده. ولادي بيزيدوا حسن رسول الله. الله الله الله. على نور رسول الله. طيب خلينا نقول بقى، انت يعني المديح بتتدرب عليه ازاي طه؟ المديح بتدرب عليه بنزل فيديو مثلا من على اليوتيوب او من على الفيس، وبقعد اقول معاه. يعني انت بتستفيد من كل الحاجات اللي على السوشيال ميديا، يعني خلينا نقول السوشيال ميديا ما نقولش اسم حاجة فيهم، لكن انت بتستفيد انك بتسمع مثلا وتبدأ تتدرب وتقول زيها. طيب. طيب وماما طبعا بتشجع، يعني اكيد بتراجعي معاه. عشان تحفظيه بقى. جميل. وحافظ برضه مديح تاني المسكوفاح. هنسمع طبعا، بس يعني انت ماما هي اللي بتقدم التشجيع. لكن ما بتروحش مثلا مركز شباب، قصر الثقافه؟ لا مقدم في قصر الثقافه. يعني بتروح قصر الثقافه؟ ايوه. طيب قول لي كده، ما انا بقول يعني مش البيت لوحده. لا بروح قصر الثقافه. وبتتدرب هناك بقى على الالقاء او ال... أيوه. تمام. طيب هتسمعنا المسكفاح؟ ماشي. طيب اتفضل يا طه. المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. طول عمري بتمنى اشوفك الله الله، واوصف جمالك وابوسك الله. طول عمري بتمنى اشوفك الله، واوصف جمالك وابوسك الله. واقول لابد في ليله اراك. المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله،
والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء يا صاحب القبة الخضراء الله هل علينا بالنظرة الله يا صاحب القبة الخضراء الله هل علينا بالنظرة الله هز الهلال يا أبا الزهراء واعطي لكل محب منى المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء أشكيني من ودي وحالي الله وأقول مين النبي غالي الله أشكيني من ودي وحالي الله وأقول مين النبي غالي الله إيه اللي غير أحوالي غير الغرام في محبي منى المسكوفاح المسكوفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء حديث جدك طمني الله وبذكره أفضل متهني الله حديث جدك طمني الله وبذكره أفضل متهني الله أنا من حسين وحسين مني يا ابن بنت رسول الله ما شاء الله. طيب خليني اسالك يعني مدام رشا انت بتبقي مع طه دايما في يعني بتختاري معاه ولا بتسيبيه الحاجه اللي هو حبها او الانشاد اللي هو حبه او لا الانشاد اللي هو بيحبه انا بتابع معاه فيه يعني هو حابب مثلا قصيده معينه عايز احفظ دي يا ماما يلا يا ماما يحفظ وانا ابدا اراجع معاه لا استنى قولها بنفس الاداء ده لا استنى ما كده لغايه ما يحفظها تمام. طيب انت اخترتي تشجعيه ان هو يروح مثلا ينضم يتعلم الالقاء او الاداء في مكان زي قصر الثقافه مثلا؟ لما لقيت عنده الهوايه دي يعني هو حابب في البيت فحبيت انميها له. فقلت اكبره يعني اوديه كده واوديه مثلا دلوقتي قال لي يا ماما عايزين نيجي نصوره ودي طب يلا يا ماما يلا. طيب خلينا نقول التشجيع ده اكيد هو اللي يعني ساعده انه يكمل اكيد لكن هو مشواره طويل لسه طبعا عايز مجهود اكبر ايوه ان شاء الله لكن مين اللي وجهكم بقى انكم كمان تجربوا مواقع التواصل او غيرها يعني بتيجي هو يعني هو اللي حابب كده هو اللي بيجري هو اللي بيقدم هو اللي بيحب يعني هو انت يا طه شفت حد مثلا على مواقع التواصل ايا كان اسمه بقى مش هنقول اسم الموقع فحبيت تعمل زيهم هو يعني بحبه برضه عشان هو ذكر الله طيب حبيت تعمل زيهم عندك بقى متابعين وعندك ناس ايوه بس قليلين يعني على التيك توك انت عايز الناس تتابعك اكتر لا الناس طيب. اللي بتحب يعني معلش بس اقول حي في ناس بتقدم اغاني وحاجات زي كده يعني دي حاجات فاشله يعني مش هتعمل حاجه لكن كل واحد بقى يعني هي الدنيا كبيره على السوشيال ميديا فاحنا خلينا نقول كل واحد ومزاجه لكن انت محتاج كمان انك تظبط مخارجك تظبط يعني انا بشوف في قصر الثقافه عندهم حاجات حلوه كتير قوي واكيد انت هتستفيد من التدريب هناك مثلا صح جميل طيب كمان يعني انت لسه ما وصلتش لاختيارات انك تختار هتقول ايه او تمدح بايه انت بس بتختار المداح اللي بيعجبك او المنشد
بتاخده لا انا متابع مع ناس على السوشيال ميديا، عارفه انا بتابع مين؟ يعني متابع مع ناس اساسيين، مش متابع، مش كل يعني مش عاد، لا متابع ناس اساسيه، اعمل لهم متابعه كل ما ينزل فيديو بشوفه. تمام. وبتحفظ انت بقى بحفظ معاه. جميل. اخبار المذاكره ايه بقى والمدرسه؟ الحمد لله. شاطر يعني؟ ها يا ماما. لا حلو. حلو بس احنا شويه يعني مع الجو بتاعنا بجو رمضان وكده. طبعا. فهو شويه كده. فانا بمسكه شويه وهو بيذاكر شويه. طيب يعني احنا نتمنى طبعا ان انتوا ربنا يوفقكم، وطه ربنا يوفقه يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. طه حابب تختم عشان احنا يعني تحب تختم معانا بالشعر. بالشعر، هتلقي شعر، اتفضل. مش كفاية طياراتكم، مش كفاية والمدافع، مش كفاية القنابل والحصار والحرايق والدمار والدموع في عيون صغار والجناين تبقى نار، مش كفاية ومش حكاية. لو عايزين مرة أقطع غيروني، شوفوا يمكن لو ده ينفع بدلوني، ولما ما تلاقوليش طريقة واجهوا لو مرة الحقيقة، واقروا من قرآن الكريم آية تفهموا أصل الحكاية، إني بضحك على القنابل هي موتة وقلبي قابل، إن المدافع والشظايا والسلاح اللي معاكو مش معايا، مش كفاية موتوني ألف مرة، مش كفاية غصب عنكو بلادي حرة للنهاية، كلمة بكتبها بدماية للي يستشهد ورايا، إن تمن الجنة دي لو حياتك حبت تدوس أرضي، أرضي ما حبتش هتبات هنا الليلة بكرة ما هتبتش، حمل جنابلك هاد كيل وحمل لي، راح أموت وقت ما أموت عيل يكمل لي، معنا سلاح ملي ولا طيارات ملي، والبندقية اللي في ايدي حيلك املي، بسمي وبصلي بسيط بها بتشي. انا بشكر وجودكم معايا النهاردة وبتمنى لك كل التوفيق يا طه ومدام سحر، مدام رشا. انا يعني بتمنى لك تبقي دايما داعمه له وتشوفيه باذن الله يعني انسان مميز. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. آمين. كل سنه وانتم طيبين، نورتونا. طيب تسلمي لي. شكرا لك. شكرا حبيبتي. ومشاهدينا بكده احنا وصلنا لنهايه لقائنا، بشكركم واتمنى اقابلكم على خير الحلقه الجايه، الاقيكم في اتم صحه واحسن حال باذن الله.